1980 و1988 أكيد اشتغلت على حسابك وصورت العدد من الصحف، وأكيد كنت عم بتصور كل شيء عم بيصير بالشوارع من سيارات مفخخة لقصف وللاجتياح الإسرائيلي، حتى أنت وصلت على محل صار فيه اشمئزاز من هالوضع كله. وسنة 1982 أعطتك الوكالة الإخبارية AFP فرصة لتغطية أكيد الانتفاضة الأولى، كان عمرك 26 سنة، وهيك انتقلت إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية منها غزة، وهيك وين اكتشفت أنه الحجر أهم من البشر، كما أنك غطيت حروب أخرى منها الحرب الأولى بسغايفو سنة 1990 والكردستان سنة 1991 وصوماليا وسغايفو سنة 1993 وإلى آخره. تذكريني ما بدنا نتذكرهم، نحن عم نقول بس نعرف عليك أكثر ولكن ما رح نتذكرهم. سنة 1996 أصبحت مدير قسم التصوير بالشرق الأوسط للـ AFP، وبس هيدا ما منعك أنك تغطي حرب العراق. وهيك من بضع ايام اصدرت اول كتاب لك اسمه Don't Take My Picture Iraqis Don't Cry، اللي رح توقعه ب سالون دي ليفغ فرانكوفون دي بيروت ب 23 ب 24 تشرين الجاري السبت بالبيال. اي ساعة؟ الساعة 7 الساعة 7 للي بيحبوا يكونوا موجودين. أنا بعرف أنك ولدت بوطن كان مصيره الحرب اللي هو لبنان، بس بدل من أنك تكتفي بتصوير حرب لبنان الأهلية اخترت أنك تعيش وتصور حروب غيرها، ليه؟ لأنه بعتبر أنه ما نكرت الحرب، يعني أنا كبرت بالحرب وعشت بالحرب ودائما كان عندي هدف انه قارن كل حروب ببعضها وقارن بيروت، يعني انه بالنسبه وقت رحت على سراييفو كان هدفي الاساسي انه قارن الحرب بالبوسنه مع حرب لبنان وسراييفو مع بيروت، ويعني كل المدن اللي رحت لها وكل الحروب اللي رحت لها كان في نوع من مقارنه مع اللي عشته انا، وصور اذا بدك كل هالشعوب اللي يعني قارنها بالشعب اللبناني والتصوير اللي انا بديت فيه ببيروت بالحروب اللبنانيه وكملت عليه بالحروب الاخرى يعني. وكنت مثل ما قلتي من الاول انه كنت نوع من ندين الحرب، لانه كنت حاسس انه في شيء يعني لازم اعبر عنه بالصور، وهي يعني بقول لك هلا بيني وبين الحرب في نوع من غرام وانتقام، بس انه بكرهها اكثر ما بحبها وبحبها قد ما بكرهها، يعني انه بس في نوع من كره، يعني انه الكتب والصور خاصه بالصور يعني بفرجي انه الحرب لازم توقف يوما ما، بس ما بعرف اذا هذا شيء بالطبع الانساني. نعم بتقول بالمقدمه حضرتك انه اخترت تجربه الحرب وتصوير الموت بعده بلدان، منا سراييفو وغزه والى اخره، بس شو اللي دفعك انك تصدر كتاب عن حرب العراق خصيصا؟ ليك انا اول شيء ما كان هدفي اصدر كتاب. انا بالعراق بديت نوع من يعني حسيت كان حرب غير من الحروب اللي معود عليها، كانت يعني ما كان في حرب شوارع، ما كان في نوع من اذا بدك كان في وحده يعني انا كنت لحالي بمجال، يعني وقت صورت مع جنود الامريكان، وقت كنت مع جنود الامريكان كنت حاسس بالوحدة لأنه ما في أي انخلاط معهم، يعني مش حاسس بأي انخلاط معهم. وبعدين بلشت أكتب يومياتي. لأنه واحد بده يطلع مع الخوف والوحدة بده يطلع كل اللي بداخلك بداخلي، واللي وفي بهالمهنة يعني 99% من هالمهنة هي
انتظار، انتظر الواحد لا يلقى الصوره واللحظه، وضلوا ناطر والنطره طويله، وخاصه ساعه اللي بتكوني مع جيش احتلال. وانا كمان خبرتي مع اول خبره لي كانت يعني انه انضم لوحده لوحدات امريكانيه بجيش محتل بلد، يعني انه محتل بلد عربيه كمان، انه محتل بلد ما لي علاقه فيها يعني، ولغويا ما عندي اي يعني ما كان فيني احتك بالجنود الامريكان الا بنوع من الصوره، خلال الصوره او خلال كلمتين باللغه، او يعني هن كمان اولاد، انه لازم يعرف الواحد انه اولاد بين ال 17 وال 23 سنه ومش عارفين حالهم وين 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 موجودين وشو يعني في نوع من يعني. وبعدين انه إذا بدي يعني عم نحكي على 24 ساعة بالنهار 7 أيام بالأسبوع، يعني عم نحكي على يعني 3 أسابيع 4 أسابيع قاعد معهم، توصل على وضع إنه ما إلي أي يعني ما في شيء أقدر أحكي معهم بأي موضوع أو أي في إرهاق يمكن نفسي وجسدي. بس صرت أكتب نعم يعني احنا بنلاحظ بكتابك انه مع الصور في حد هيك مثل يوميات، وهذا الشيء بخلينا نشعر اكثر بالصوره اللي عم نشوفها ونحط حالك قد ما فينا محلك اكيد. طب انت وقت كنت عم تاخذ هالصور شو كان بدك يعني اذا بدك تخلد اكثر شيء، هو الظلم اللي من قبل المحتلين او الخوف والضياع اللي عم بحسوه اهل البلد، او الحرب اللي بحد ذاتها اكيد ما لها معنى ابدا؟ هي ليك اول شيء التصوير اللي صورته، الصور اللي صورته ما كان هدفه الكتابه. انه بمهنتي كمصور وكاتب صحفي الفرنسي تصويري كان للنشر. انه بنشره بينتشروا بالجا، وكل هدول الصور شافون يعني كل الناس كلها شفتهم، لانه كانت النشر بالجرايد وكانت النشر بالمجلات. بس المشكله انه بينسى كله هيدا وصورنا للاسف يعني، والجرايد بقولوا يعني حكايه باللبناني بيلفوا فيهم منقوشه ثاني يوم وبتروح على الزباله. مزبوط يعني ايمتى بيحكي ايمتى بلحظه. بقى هدول الصور كان يعني اذا بدك الكتاب كتابين بكتاب واحد. حبيت انه الصور ينتشروا ليبقوا بكتاب، ليكون في كتاب على حرب العراق، لانه هي كمان اقوى يعني، هي فاتت بتاريخ القرن 21 يعني، المهم مش مثل الفيتنام بالسبعينات، عم نحكي على العراق بالتسعينات وبال 2000 بال 2000 بقى هيدا كان. بعدين اذا وقت ساعه دار النشر اتصلوا فيه وحبوا يعملوا كتاب، هذا كان هدف الكتاب، انه يكون في، ما كان بدي يكون كتاب عادي، كان بدي يكون كتاب انه في يوميات. للقارئ يدخل اكثر بجو الحرب. وانت الحلو انه حطيت صور عن اهل البلد وصور عن الجيش المحتل والجيش الاحتلال، والحلو انه في من كل شيء يعني، كأنه بدك تكون اكيد قد ما فيك متحيز يعني. خمس سنين يعني منن هين، كان في من كل شيء. عنوان الكتاب هو مستوحي اكيد من كلمات مثل ما بتقول انت بقلب الكتاب، قال لك عراقي لمن سقطت بغداد وسقط تمثال صدام حسين كان عم يبكي